ولم تتأهل لأمم إفريقيا اللي طبعا تأهلنا لها 22 مرة وفزنا باللقب 7 مرات. وأمامنا هنا فرصة وأول أهداف اللقاء جول، أول أهداف اللقاء جول عبد الله سيسي. الكرة المصرية صحيح في أزمة، لكن نادي الزمالك يتجاوز الأزمة، وعبد الله سيسي في اختراق بالعمق في قراءة ممتازة لضعف دفاع فريق نادي تشيلسي. ملعوبة حلوة قوي، ملعوبة حلوة. إسلام عوض يضع كرة لعبد الله سيسي البوركيني، وعبد الله سيسي البوركيني في لمسات للاعب هداف 8 أهداف في المباريات اللي لعبها مع فريق النادي المصري في هذا الموسم. ادي عبد الله سيسي البوركيني صفقة الموسم والمواسم القادمة. أمامنا هو اللي خد الكرة، وعلى طول لحظة خروج حارس المرمى يضعها جميلة حلوة حلوة عبد الله سيسي عشان يتقدم نادي الزمالك بالهدف. شوف حطها ببراعة، لمسة حلوة، لمسة في الامس في كاس العرب. ادي عندنا هنا الاستلام على طول، تحركات خطيره، الجانب اللي امامنا السريع سريع خطر. هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل بقى في كره ملعوبه في منتهى الخطوره، الكرات العرضيه الخطيره. وادي امامنا هنا السعاده، لان الناحيه اللي فيها الجانب اليمين امامنا شوف التحرك. وادي امامنا هنا الهدف لهذا اللاعب، امامنا اللاعب كلوتي، امامنا ايمانويل كلوتي، لعيب سريع مميز جدا، وايضا اللاعب الممتاز جدا اللاعب سلمون اشانتي، عشان ياتي التعادل في الدقيقه 29 من عرضيه بدون جماهيرهم بيلعبوا، لكن بيلعبوا كوره جيده جدا. ادي امامنا هنا شوف السرعه، شوف السرعه هنا، ضرب صبر الرحيل العرضيه ودفاع الزمالك مش موجود، ومن الوضع طائرا على طول ياتي اليها اللاعب اللي دائما وابدا هو يملك الحلول، اللاعب ايمانويل كلوتي اللي بيرفع رصيد اهدافه. سيد نور، نور السيد الى اليكسس، اليكسس الى عبد الله سيسي، يعملها حلوه قوي جانب الشمال امامنا، يفكر يلعب العرضيه، لفها جميله، لفها جميله، وادي سيسي جول. وسيسي يا سلام على سيسي، يا سلام على سيسي وجمال سيسي. عبد الله سيسي يستغل الهفوه الدفاعيه، استفدنا من الكره العرضيه اللي عملوها وسجلوها، والمره دي سيسي بيسجل هدفه الثاني. كره من اسلام عوض يقطعها الدفاع، ولكن عبد الله سيسي مره ثانيه يرجع الزمالك للتقدم في الدقيقه 34 بضربه راس. ادي امامنا هنا شوف المعلم، هو كان ايه، كان ملك النص حسن شحاته، كان من ملوك النص في كره القدم المصريه على طول، كلم ريم صلاح ويكلم اليكسيس موندوبو ويكلم نور السيد. وادي الجماهير المصريه 50 مشجع مصري وجماهير لبنانيه، انا شفتها كتير في افريقيا، شفتها في انجولا مع المنتخب المصري، شفتها في غانا من قبل. وادي امامنا هنا الخطا الدفاعي اتصلحت حلوه، وادي امامنا بقى ايه براسيه، يا سلام على الكوره، يا سلام على الكوره. عبد الله سيسي التبديل اللي حدث، ادي الكرات اللي في العمق، وهدف التعادل ياتي بقى في هذه اللحظه، نادي الزمالك في الدقيقه 46 ياتي هدف التعادل 2-2. هفوه دفاعيه كبيره جدا في اللحظه الماضيه. ادي امامنا هنا بقى الراجل ده بيعمل اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه كلوتي ده، يعني بيعمل اللي هو عايزه في هذه المباراه، ياتي بهدف التعادل وهو الهداف لهذه البطوله. بقى عنده دلوقتي ايه، كان عنده 5 بقى عنده 7 أهداف. كره ملعوبه بينيه في العمق، ياتي بهدف امامنا هنا سريع مميز جدا. امامنا هو اللاعب ايمانويل كلوتي، امامنا هنا اللي سدد هذه الكره، لاعبين المميزين. شوف كره ملعوبه ازاي خلف الدفاع الزملكاوي، العمق الدفاعي مش موجود، خروج من عبد الواحد السيد، وهدف التعادل ياتي في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. نفس الهجمه اللي اتعملت حضراتكم كثير، لان النقل التلفزيوني كما هو ياتي الينا، واتمنى ان شاء الله ان النقل يستمر بقى في هذه الاحوال، لان هناك هدف، هدف في مرمى الزمالك، هدف في مرمى الزمالك امامنا العمق الدفاعي، وهدف ياتي في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه عشان يتقدموا في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع، ياتي هدف التقدم لفريق نادي تشيلسي في هذه اللقطه. هدف لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. هدف لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مش معقول. مش معقول أبداً، يعني كورة، يعني لاعب لا يخطئ أبداً. إيمانويل كلوتي، شوف أمامنا الكورة، شوف الكورة، شوف عدى إزاي، عدى بسهولة جداً اللاعب أمامنا هو اللي ضيع الفرصة إيزاك. وأدي أمامنا بقى لاعب لا يخطئ المرمى. لاعب لا يخطئ المرمى، إيمانويل كلوتي. يسجل. وادي امامنا هنا بقى الكابتن حسن شحاته زعلان زعلان.